عاش الملك عاش المغرب منتخبات المغرب ان شاء الله. غادي نعملوا شي حاجه علاش اولا الحمد لله عندنا اللعابه مستوى علاش كاملين الاغلبيه محترفين في اوروبا فهمتيني عندهم اللعب احسن من الكور بعد اللعابه ديالنا وكنظن انا 100% انا اعطي واحد زيرو المغاربه يعملوا ولا جوج اسمع مني ان شاء الله باذن الله السنه ديالي المنتخب وانا نظن انا زعما الكاس ما غندي والو فهمتي ونطلبوا ربي فهمتيني ولكن صعيب شويه ما تعرف سي ان جو ايوا فو بيان جوي سينو تي بيرد لا شونس كي دوز اللاعبيه ديالنا ثقه في النفس اولا مي با بارونوي ما يكونش اللاعب ملي كيدخل جاي واحد بارونوي من واحد كيبو اخر كيدخل بارد فهمتيني تينا الثقه في النفس وعمل جهدك وغادي يكون غير خير ان شاء الله فهمتيني بحال المونديال ديال نسيت كان مع البرازيل دخلوا فيه بارونويا لعب زعما شو البرازيل ديال شو وصلت كانوا بدايه ما كاين والو هذاك نتاعكم فحال اختار البرازيل ما سي لافي هذه الحياه سمي الثقه في الناس حاجه هي الثقه في الناس فهمتيني دغيا انا احنا الوطن ديما المغرب ديما حمراء غادي نغلبوا علاش حنا ما عندناش ملاعبيه الملاعبيه ديالنا كاملين كيلعبوا في اوروبا وكاملين محترفين ضروري غادي يغلبوا وعندنا فرقه قويه دابا كاينه الركراكي مدرب مغربي لاعبيه كاملين واجدين غلبوا كرواتيا ما نقدر نقول لك بجوج زيرو بواحد زيرو تعادل المهم غيلعبوا الكره هذا الشيء اللي غنقول لكم نوال الخير نوال الخير تلقى الخير راه ما تيكون ان شاء الله شي حاجه المغرب راه مستوى عالي اللي ما تكون المغرب ديال قبل المغرب دابا راه عندهم مستوى عندهم لاعبيه يعني توفرين والناس ماشيين من اوروبا كيلو اوروبيين مساندين معاهم انت كل اخر ان شاء الله ما ان شاء الله نتوفقوا على كرواتيا شي حاجه فوق كرواتيا ان شاء الله راه المغرب راه بلد قوي قلنا المغرب لا كان الحمد لله ولا الحمد دابا وقفنا على رجلنا اللهم لك الحمد يبارك الرجال هنا دابا حنا راه مغاربه ماشي اللي كتعرف السبعينات راه هذه 2023 شريفه بالك راه المغرب شي حاجه في المستوى دابا باش يحمرونا وجوه ديالنا ان شاء الله الويزات بارك علينا اي بارك الويزات بارك الويزات كافينا فهمتيني وراهم ان شاء الله عاود نعملوا ويزات اخرين نمشيو نبداو في الثاني ان شاء الله الدور الثاني سياس هذاك اللي كان ياك سياس هذاك كيحمقني اختي وحمد الله اللي كان مع السعوديه هذاك زوين ما باش لا والله الحمد لله عندنا الفروع الحمد لله نفتخروا بهم اخي لم يكونوا كيلهم الاوروبيين كنفتخروا بهم هذوك راه مغاربه مغربي ولا حتى تقول فواخا كيكون مع فرقه اخرى نكونوا حنايا المعنويه ديالنا كطلع ان راه مغربي ما يمكنش ما تجي فابور الاوروبي نجي فابور ميسي ونخلي انا مغربي الله ينعبو ميسي وعاد المغرب كاين ما كاينش شكرا خويا بارك الله المنتخب ان شاء الله ما تيكون بخير وعلى خير والله الله يعاونو والله يغلبهم عليهم هذوك حنا مسلمين هما كفار حنا اللي خصنا نغلبو ان شاء الله باذن الله السلام العالم كاس العالم المغربية كاس العالم ان شاء الله ولو الحاجو في بيتنا السلام عليكم كيف يدك توقعاتي في المغرب المغرب وكرواتيا المغرب ان شاء الله على المغرب كاثنين اثنين واحد حاجه كيف هناك اثنين بواحد مثلا انا تونسي نص المغرب وتزاير احلى مغرب ساعة يعني عندي بيريود في المغرب شي 20 يوم زوينه بزاف وكم ساعة يعني نكتشف كل مره في بلاد مثلا ما تزاير ما مشيت لهاش اما تونس زاد ان شاء الله هي تونس يا مغرب يا تزاير المهم المغرب ما تخرجش من المغرب العربي ما تخرجش ان شاء الله نص المغرب كيف خاوه خويا نقعدوا ديما خاوه واحلى مغرب واحلى تونس ان شاء الله المنتخب المغربي بون كوراج وجرينتا وحده كما نقولوا في تونس وان شاء الله نقدها الوليد ان شاء الله ها عايشك خويا ونتمنهم الله ان شاء الله يغلبوا المغاربه ديالنا ويفوجوا علينا ويفرحوا المغاربه راه كلشي كيتمناهم يفرحوهم حيت هذه مده ما فرحنا من 2004 وفي نرد بدو الزاكي وان شاء الله يكون الحظوظ موفقه دابا عندنا فرقه مزونه ولاعبه مزونين وان شاء الله يفرحونا وهذا الشيء اللي كنتسنى التوقعات صعيبه كرواتيا عندهم فرقه قاصحه والمغرب فرقه قاصحه ونطلبوا من الله الخير نتوفقوا عليهم وصافي هذا هو اللي مطلوب اما النتيجه ما تقدرش تعرف راه داك الشيء صعيب علينا حنا منتخب نتمنوا يحمروا لنا وجهنا وماشي بحال 2018 2018 فار تعدى علينا وهاد النوبه وما يفرحونا ان شاء الله باذن الله وما ربي يخليكم مرحبا نتوقع ان شاء الله المنتخب ديالنا ان شاء الله يديها ويتاهل للمونديال الاخراني واخا انا شويه الكره عندي مع نص نص دابا كنتمنوا المنتخب ديالنا ان شاء الله يديها يقدروا يديوها بجوج لواحد
حنا نتمنوا يعملوا 3-0، هذا هو المتميز ديالنا بالنجاح والتوفيق ان شاء الله. المنتخب ديالنا شي حاجه اسد، كنتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله والمسيره الغد ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. ربحوا المنتخب ديالنا ان شاء الله، كنتمنوا منهم الله يوفقهم. تشكيله مثاليه، لعبه روح قتاليه، تريناضوا في مستوى، كلشي ان شاء الله في مستوى. توقعات الكره هذه فيها الربح والخساره، حنا كنتمنوا منهم يربحوا شي 2-1 ان شاء الله. المنتخب المغربي كنتمنوا منه يمثلونا باحسن تمثيل ويشرفوا المغرب ويشرفوا الشعب المغربي ان شاء الله. تلك ديك نص الساعه الاولانيه يقدر، نص الساعه الاولى يقدر ينتصر ان شاء الله. 3-1، 3 إصابات 1، إذا جات هي هذيك شنو كاين مفاجأة. نتمنى والله انا قلت لك خصني نعيشوا باننا البارتي دو غاد ان شاء الله كنتسناه بالدقائق، والله العظيم خصني نفرح كما فرحت اليوم، نفرح غدا ان شاء الله على عاود يبينوا لنا المغاربه عاود شي كره عاود اللي كنعرفوا حنايا، وباننا شفت بان النجوم اللي عندنا المدرب الكره اللي شفت تفرج فيهم كنقول بان كاين واحد النتيجه ان شاء الله تكون ايجابيه ان شاء الله، واش فهمتيني؟ واللاعب اللي عندنا كنقول يعني اللاعب اللي عندنا زعما بالثقه اللي عندي انا كنشوف اللاعب كبار تاع لا بالنسبه للسعوديه، اللاعبيه اللي عندنا هنايا بالنسبه لي انا كبار على السعوديه، لان قادرين يجيبوا النتيجه ايجابيه على اللي جابوا. عاد دابا السعوديه لعبت مع ارجنتينا بان العيار الثاقي، وغدا مغاربه لاعبين ماشي مع كرواتيين، كرواتيين ماشي هما ارجنتين، لان خصنا غدا ان شاء الله نشوفوا شي نتيجه تكون. كنتوقع انا يعني لم شو لعبوا الكره اللي كنعرف انا يعني بهاد النجوم هادو وجاتهم الغيرات بصح على قميجه قدروا يعملوا حتى 3-1 بحال اللي كانت عملت البرتغال مع المغرب 86، خصهم يخليوها في التاريخ بحال اللي خلوها هاد. هادشي اللي كنتمنى يعني ان شاء الله، وهذه الكلمه الاخرانية يعني ندعي معاهم دعوه الله العظيم يا ربي. كنتمنى هنا نكون قلبي ان شاء الله يعملوا هذه النتيجه اللي كنقول يعني. هذه هي نتمنى المغرب كامل غدا يفرح بهذه النتيجه هذه، هادشي اللي كاين. التوقع ديالي ان شاء الله يكون الفوز المنتخب المغربي 1-0، كنتمنى لهم التوفيق جميعا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.